هو فنان وشاب طموح موهوب ليس ككل الفنانين، لا يستخدم الألوان المتعارف عليها، بل يحرق المواد لإنتاج الدخان والألوان لرسم اللوحات الفنية بطريقة غريبة وفريدة من نوعها. نتعرف أكثر، بسعدنا نكون معنا بالاستوديو الفنان وأيضا الرسام يوسف العدينات لنعرف أكثر ونتعرف أكثر على هاي الموهبة الفذة والجديدة والعصرية الغريبة من نوعها. يسعد صباحك. صباحكم ورد، شرفنا نورتنا. يسعد صباحك يوسف، نورتنا اليوم في الاستوديو. ويعني الرسمات والفن اللي موجود معنا اليوم في الاستوديو يعني هيك أضاف لمسة جميلة معنا اليوم في الحلقة. أشكرك. يوسف، حكينا بالبداية متى بدأت هذا الفن؟ وهي البداية كانت إحنا ريفيين، بالريفيين يعني يخبزوا الخبز على الصاج. صحيح. طبعا هذا الرذاذ الدخان يتصاعد على الحيطان. أكيد. فهذا بأول بداياتنا، كانت أنا عمري 5 سنوات ما أعرف شو الفن التشكيلي، يعني ما كانت في فكرة أنه في فن تشكيلي. فهذا كنت أبحث عن النقاط البيضاء والنقاط السوداء، فصرت أشكل بأصابعي أشكال الفجوات والقطع الظلام اللي أنا أشوفها. بلشت من قصة 5 سنوات. نعم. لم أكن أدرس، فكان الوقت مفتوح. بلشت من خبز صاج أمي. يعني بداية صاج. جميلة عن جد. جد فلين يعني هاي ممكن تكون عنوان لكتاب عن قصة نجاح. جميل جدا. الله يحفظك إياها ويخلي لك إياها يا رب. الله يسعدك. طيب كيف بتم كيف تحرق هاي المواد وبتحولها لهذا السكن عشان تقدر ترسم فيه؟ طبعا. إذا ما يكون في خطوات بتتبعها. هي الخطوات لما أنا كنت طفل كنت أرى من رذاذ الصاج لما أمي تخبز كان يصعد هذا الدخان، فهذا كان يتشكل قدامي. نعم. يدخل عليه ماء المطر، يدخل عليه مواد، ممكن تشكل عندي لوحة أنا أضيف على هاي اللوحة بالطريقة السريالية. نعم. أنا سريالي بس ما كنت أعرف أني أنا أشتغل بالطريقة السريالية، كنت طفل بالبداية. نعم. نعم. جميل. فهذا الآن لما وصلت لمرحلة 12 و13 بلشت بالاحتراف، بلشت بإني أحاول أنه أخترع مواد تعطيني كثافة السواد أكثر أكثر وثبات اللون أكثر عشان تتحكم فيها بالطريقة. نعم. اخترعت مواد بسيطة جدا. نعم. اللي هي أعواد، يعني أضيف عليها نعم عود، يعني اللوحة هاي اللي قدامك مشغولة كاملة بعود. ممكن أتحدث عن هاي اللوحة هل صحيح؟ تمام. أشوف هذا العود، أنا أضيف عليه مواد، أطحنه. نعم. بشكل برش عليه مثلا مواد معينة زي البخور شكله هو. تقريبا هو بخور بس معجون بطريقة يعني غريبة شوي حتى تكون في. واللوحة هاي كاملة معمولة بالقطع هاي. لا يعني طب استغرقت معك وقت يوسف؟ يعني انا اللوحه الحمد لله يعني وصلت رقم قياسي فيها انه ارسم اللوحه ب6 ثواني. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. هي الصدمه طبعا. شوف انا مصدومه. طب في مجال اللي مشكله اليوم ما معنا هاي العود انشغلت فيه بعض اللوحات. مش على الوقت انا عم بتحدث ما فيش عندنا شيء يرسم معك ممكن ترسم يعني. هاي المواد انا اللي انا اشتغل فيها. حلو. جميل. طب يوسف في مجال ترسم لنا شيء بمعنى؟ على السريع ارسم لكم شيء بسيط جدا. يا ريت والله. انا مجهز انا لوحه، هي مفروقه جاهزه انا عشان ما يعني. نعم. حلو. طبعا هاي اللوحه كمان مشغوله بنقط الماء. بنقط الماء. هي واضحه لك اللوحه؟ نعم. يعني رجل ختيار. رجل ختيار وما سكارة. صحيح. بس انا اللوحه هاي جداريه ضخمه ما قدرت اشيلها، فهذا جبت نسخه منها. نعم. مرسومه بنقط الماء بس. نقاط الماء. جميل. مبينة عندك يعني؟ طبعا. لابس نظارات. لابس نظارات وله هيك زي اللي هي واضحة طبعًا. بس في بعض الناس ما كانت توضح لهم بس لا لا بس الواحد يركز مجهة. فيها لأنها بجوز لما تكون أكبر هي بس ريحته هذا العود جميل جدا يعني. والله أنا بحاول أنه علشان أدرب الأطفال بحاول أنه أنتج عطر يكون ريحته يعني حلوة علشان ما أزعج الناس فيها. جميل. نعم. طيب أحمد شوقين ترسم لنا؟ على طول إن شاء الله. هي إن شاء الله تكون يعني لوحة بسيطة جدا، ما تستغرب من الطريقة يعني أتمنى وعادية يعني. لا صراحة أنا مع المعلومات اللي عم تعطينا إياها أنا مستغربة ما شاء الله عليك. الله يسلمك. يعني نفس المواد اللي عم تستخدمها هي مواد غريبة وبنفس الوقت كمان الوقت اللي عم تتحدث عنه. هو هي كثرة الممارسة والشغف اللي يوديك لهذا الشيء يعني. صحيح. لأنك بتحب الإشي اللي بتعمله سبحان ممكن الله. ممكن أحط إشي يعني بسيط أو على هاي خلاص مو مشكلة. تمام. أمورك تمام هيك؟ هيك أموري تمام. بس ممكن أوسخ إيدي يعني أنا بسيط جدا. مش مشكلة. الماء موجود وكل شيء موجود. أوكي تمام. يعني هاي مثلا القطعة
أنا على سبيل المثال ممكن أنك تشوف أنت قطعة بلاستيك ممكن أشيلها من الشباك فايبر، ممكن فاينة، ممكن أخذ أصبعك أرسم فيه. جميل. ممكن أمسك إيدك أرسم فيها، تمام؟ يعني هاي القطعة بس إحنا لو حكينا شوف أنت كيف، أنا كنت أدرب الطلاب إنه لازم أسمع صوت الطقطقة، فإذا كانت الطقطقة بهذا الشكل تعطيني الشكل هذا، هذه مثلاً طقطقة بهذا الشكل، بحيث إني أنا بدي أعمل مثلاً شيء معين، بحيث إني أنا بدي أعمل بيت. شوف أنت الآن بدك تركز بالإيش، بالأشياء اللي أنا أقوم فيها، هي على السريع يعني ما راح إنه. وهاي القطعة أنا بضربها مثلاً بشيء معين، حتى أنا أعطيت مثلاً رتوش هان بهذا الشكل، إصبعتي مثلاً، بعطيتها أنا مثلاً هذا الشيء، شغلة بسيطة جداً يعني إن شاء الله. راح تشوف الطريقة سهلة جداً، بس لما بروز لك إياها راح تشوف. نعم. شغلة أحلى. طيب يوسف، الدخان الأسود اللي على الورقة اللي كان موجود، هذا كيف عملته؟ هذا حركته أنا من العود هذا. نعم. خلي رذاذ الدخان يتصاعد على اللوحة. حلو. تمام. طبعا ما في مواد رسم نهائيا، واقل منتج يعني تخيلوا انه اللوحه توصل موادها يعني بخمس قروش. رائع. وكيف عم تشوف اقبال الناس على هذا الفن يوسف؟ اول الفكره كفن سريالي، انا بشتغل بالفن السريالي، اول الفكره كانت يعني انه غريب، يعني ليش انت عامل بحالك هيك، او ليش انت ترسم بهذه الطريقه يعني. نعم. صراحه كنت احكي لهم في افكار داخلي، يعني في شيء أنا قاعد أشوفه بحياتي، يعني أحب إني أوصله للجمهور. نعم. أو أحب أوصله كثقافة أردنية على هذه المنصة الرائعة قناة A1 TV. أهلا وسهلا فيك. الناس الرائعين. الله يسلمك. أحاول إني أوصل هذه الثقافة بفن جديد على المدارس الفنية. تمام. هي الرسم على رذاذ الدخان من شاب قروي. جميل. رائع. فإذا يعني شوف أنا هان البسيط جدا، يعني ممكن أدك قمرها. يعني مش يعني السهل الممتنع هذا اللي بنقدر نحكي عنه. السهل الممتنع، لما تحكي انت سهل ممتنع، ليش سهل ممتنع؟ لانه سهل عليك وممتنع. سهل، شوف سهل على لشخص موهوب زيك. لكن هو بالنهايه مش والآن سهل. والان هي هان، شوف ممكن اللوحة تعطيني اياها، ممكن تعطيني عشان نحطها للمشاهدين. شوف انت اللوحه هي كيف، هاي بسيطه جدا يعني، هاي خلال يعني احنا بنحكي عن خلال دقيقتين قدرت تكون هاي اللوحة. جميلة هي. ما شاء الله عليك يوسف. شكرا. مبدع من القلب والله. يوسف، شو طموحاتك؟ ايش وين لقدام بالمستقبل؟ شو عندك اشياء حاب تعملها؟ والله طموحاتي كعشت طفل، بدت هذه الموهبة من سن صغير، بحاول انه اكون مدرسة تشكيلية. نعم. على المدارس التشكيلية. تستحق. ما شاء الله عليك. والله إن شاء الله، يعني أنا بحاول إني أظهر هذا الفن بحيث إني أكون مدرسة تشكيلية اللي هي اسمها الرسم فوق رذاذ الدخان. رائع. تمام. يوسف، واجهت صعوبات في هذا الفن، وكثير في من الأوقات أشخاص استخدموا هذا الفن ونسبوه لهم دون الإشارة إلى اسمك، صحيح؟ صراحة يعني أنا أول ما بلشت أعطي دورات، طبعا أنا دربت طلاب كثير ما أعرف كم، يعني ممكن بالعدد فوق المئات. رأى. فهذا استغربت يعني من إشي إنه أخذوا الطريقة وانتسبت باسم غيري. نعم. هذا الشيء يعني مؤلم كان يعني صراحة. والله بالنسبة لي أنا متقبل إنه تظهر هالبصمة الأردنية. نعم. القروية. جميل. جدا متقبل. العدم يعني كنت أحكي إنه يعني ليش هيك يصير مثلا، أو شو السبب مثلا عدم ذكر اسمي يوسف عدينا. نعم. فهذا كنت أعطيهم الطريقة بالتفصيل، وعطيتهم أسرار لوحة الصدمة اللي هي بخمس ثواني. ما في فنان بالعالم رسم خمس ثواني، أنا مراقب السوشيال ميديا جدا. نعم. للوسط الفني. وعطيتهم سر الثلاث ثواني، يعني واحد اثنين ثلاث تصير لوحة. شوف تخيل لدرجته يعني، بس هي شو بالجسم، أنا أرسم من دون مواد، بجسمي، ممكن بشعري، ممكن برجلي. البصمة طبيعتي. اللي أنت بتعملها. نعم. بالبصمة هاي اللي. نعم. أنا حريتي بالفن. نعم. جميل. طيب يوسف، انت اليوم ما في عندك مثلا ممكن تدخل الالوان بالرسوماتك او بلوحاتك؟
والله أنا دائما أحكي جملة، يعني هي أنا الأبيض القانث وأنا الأسود الفاتح، أنا الرمادي المحايد. فهذا أحاول دائما أمتاز أن يكون الرسم على ضغط الدخان من غير أي مواد فن. جميل. هذا المميز في الموضوع أنه ما في أي مادة بتساعدك حتى تضيف جمالية. يعني المادة الوحيدة هي الموهبة في هذا الفن. الشغف بعد كمان. والشغف. نعم. صحيح. يوسف، في الطفلة مريم شرباش عمرها 10 سنين من مصر دربتها، حدثنا أكثر عن هاي الطفلة وقصتها. هاي الطفلة أنا كنت صراحة يعني أنت مرات تدرب أطفال كثير. صحيح. يجي أحد فيهم مميز. صح. تحبه أنت يعني شوي. فهذا كانت أنا لأجل الصدق اللي فيها ظهرت على التيك توك وأخذت مشاهدات عالية جدا، وهي تحكي أنه هذا الفن يعود للأردن للفنان يوسف عدنان. فهذا حبيتها الطفلة، أعطيتها أسرار قوية جدا. نعم. ونهضت بهذا الفن. جميل. هذا الفن ممكن يفتح عندك مشروع بالبيت، أنك أنت تقدر تسوق بأقل التكاليف بدقة عالية جدا، وفي طلاب كثير فاتحين الآن أسواق بالبيوت عن طريقتي أنا. نعم. أشكرهم طبعا كلهم. أهلا وجيرهم كمان كل الشكر. طيب يوسف، شو الرسالة بتوجهها للعالم من خلال هذا الفن؟ والله هي رسالة بسيطة، بس أنه حبوا بعض. أنا عارف ممكن غريبة شوي، صح؟ لا مش غريبة، بالعكس منطقية. حبوا بعض بالألوان وبالأبيض والأسود. حبوا بعض، حبوا بعض والحياة حلوة. في زمننا، في زمننا هذا، بالعكس هاي هي الرسالة جدا رائعة. ما شاء الله عليك يوسف، احنا كثير سعيدين اليوم بتواجدك معنا. ابدعت رسم فعلا رائع، والغريب فيه زي ما حكينا احنا انه ما في اي شيء بيساعدك حتى انك انت تميز هذا الرسم غير الشغف والحب والابداع. صحيح. اللي عندك. نتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى لك يعني توصل لكل شيء بتتمناه. الله يسعدك، شرفتنا ونورتنا يوسف، ان شاء الله بنشوفك في اعلى المراتب باذن الله. واوجه برضو تحيه لكل من يعمل بالوسط الفني التشكيلي، والفن جميل جدا، رساله ساميه يعني، هي توصل إن شاء الله للجنة بإذن الله تعالى. كل الشكر لك. حياك. يعطيك ألف عافية.